بهذا الفيديو راح نشرح تطبيق نمبر اكتيف، تطبيق تفعيل الارقام. راح نشرح كل ميزاته، كيف نشتري الارقام وكيف بنفعلها وكيف بنسترد المال لو ما وصل كود التفعيل للواتساب والتليجرام وغيرها من الامور. طبعا راح نشرح التطبيق بالنسبه للاشخاص اللي عم يستخدموه وعم يضيفوا رصيد عبر البنك او بطاقه قلب لي، او سواء للتجار اصحاب المحلات. طبعا رابط تنزيل التطبيق اسفل الفيديو. هذا التطبيق هو تطبيق عربي، هي اهم ميزة فيه. وتاني ميزة الخدمات، تفعيل الواتساب والتليجرام وغيرها من البرامج كتير كتير رخيصة. وتالت شيء يعني الكود، لو ما وصل للواتساب او غيرها من التطبيقات فبنسترد نحن المبلغ، يعني مكفول. طبعا نحن بعد ما ننزل التطبيق من اسفل الفيديو بننشئ في حساب عبر جوجل. طبعا بيطلع عندي حساب بهذا الشكل مثل ملاحظين فوق. طيب نحن اول شيء عندنا بتطبيق الرصيد، هون بيكون رصيدك صفر. في عندي طريقتين لإضافة الرصيد. اول طريقة هي اشارة الاضافة، بضيف على طريقة جوجل بلاي، مثلا بضيف باقة 10 دولار، 1 دولار، 2 دولار، بضغط على الباقة اللي بديها. وانا بستخدم بطاقة البنك، بكبس هون بطاقة البنك، او بختار يعني حساب باي بال، او بختار فيزا، او يعني حسب الدولة، كل دولة بتدعم يعني نوع معين من الدفع. طيب في الطريقة الثانية هي طبعا بتشمل عدة دول مثل سوريا وتركيا. طبعا مباشرة عن طريق الوكلاء اللي موجودين بها والدولتين نحن بنقدر نشحن رصيد، او اصحاب المتاجر بيمنحهم هذا التطبيق، او هي الشركة، هي شركة جيستي، تمنحهم حساب تاجر. يعني مجرد ما نعطينا الايميل عبر المندوبين بيتحول الحساب الى تاجر، وبنسحب اي شيء بدون رصيد، والمندوب بيمر وبياخذ الحساب. بنقدر نسحب بالاف الدولارات منه لو نحن كنا تجار، هيدي فقط موجوده في سوريا وفي تركيا. طيب على جميع الاحوال سواء كنا تجار او كنا يعني اشخاص عاديين، مهما ما شحنا رصيد. عندي اول شيء هون الخدمات، اللي هي انا بشتري رقم افعل البرنامج لمره واحده. في عندنا ارقام شهريه، اللي هو الرقم بيشتري لمدة شهر أو لمدة 3 شهور أو لمدة سنة، بستلم عليه الرقم نفسه. هذا كل شيء بستلم عليه، أي شيء، يعني كأنه هذا شريحة يعني اتصال نظامية. أسعار رخيصة بهذه الشركة، بتبدأ من 1 دولار وما فوق لأرقام شهرية. راح نفوت نحن إلى الخدمات. راح نفترض أن نفعل واتساب، أو في عنا انستغرام، في عنا تليجرام مثل ملاحظين. فلنفترض بدنا نفعل واتساب، نفوت إلى الواتساب. طبعا هاي صفحة شراء الرقم، انتم ملاحظين الاسعار اقل من نصف دولار بكتير لكل رقم. في عندي فوق هنا السهمين، اعادة الترتيب، برتب من اغلى شيء الى ارخص شيء، او بالعكس برتب انا من ارخص شيء الى اغلى شيء. في عندي هون الدول، بختار انا بدي رقم امريكي، كندي، غيره، كل الدول اللي بدعمها مثل ملاحظين، عدد كبير من الدول. طيب لا نفترض هذا الرقم الكندي بدي اشتري لفعل واتساب 39 سنت، بكبس عليه كبسة وبضغط تحت تأكيد الشراء من المحفظة. أنا محفظتي فيها 5 دولار إلا شوي، لو كنت تاجر ما في داعي، أنا بقدر أسحب شو ما بدي. بعد ما أقبل تأكيد عملية الشراء، طبعا طلع لي هاي العبارة يعني هيك تم الشراء. أحيانا بيطلع لي عبارة خطأ كبيرة يعني ما تم الشراء. أنا قلت لي شريت الرقم وشلون بدي فعله، برجع 3 خطوات للخلف. بالصفحة الرئيسية عندي أرقامي وخدماتي، الرقم يلي بيشتري بيجي لهون. طبعا مثل ملاحظين هذا الرقم أنا يلي اشتريته، كاتبين لي أضغط لجلب الكود، بكبس كبسة طلع لي هيك بانتظار الكود. أنا هلأ لازم فعل، بكبس كبسة طويلة، في عندي الرقم وفي عندي فوقه كنتري كود، بنسخ الكود وبنسخ الرقم. هاي إشارة النسخ على اليسار، وبروح بحطها على الواتساب، بحط رمز الدولة وبحط إرسال من الواتساب. فهون كاتب لي تحت بانتظار الكود، فبنلاقي بعد ثواني أو بعد دقيقتين بيجي الكود لهون بفعل الواتساب، أو بيظهر هون مثل ما ملاحظين عندي هاي الأرقام كلها وصل الكود عليها. لو الرقم ما وصل، يعني مثل هذا الرقم حاطط لي بانتظار مر 20 دقيقة ما وصل، بيبس عليه كبسة فبصار عندي استرجاع الرصيد. مثل ما ملاحظين عندي تحت 9.8، لو استرجعته ارجع الى 8.9، خلاص استرديت انا الرصيد. راح اجرب على رقم ثاني، استرديت الرصيد. هاي اهم ميزة في التطبيق. انا لو اشتريت رقم شهري ايضا بيظهر هون. طبعا لو ظهر عندي هون رقم شهري، انا بفوت
له وبيصني رسائل بداخله، يعني كل ما بدي افعل رسالة بفوت وبلاقي داخله. طبعا انا هون هلا ماني مشتري رقم، طبعا بفوت الى الخدمات، في عندنا التليجرام ايضا وفي عندنا تويتر. مثلا هاي عندنا التليجرام، لاحظوا الاسعار 23 سنت للرقم الواحد، يعني كتير رخيص. انا بشتري، اعطاني هاي العبارة انه تم الشراء. طبعا فيني اشتري رقمين دفعة واحدة، بروح بفعل مرة واحدة، برجع الخلف الى ارقامي وخدماتي. طبعا رسم لي هون صورة الواتساب، هذا الرقم اللي هلا اشتريته. بكبس اضغط لجلب الكود، باخذ الرمز وبروح الى التليجرام بفعل عليه، وكله نفس الترتيب، حتى الجوجل حتى اليوتيوب. مثل ما ملاحظين وصلني انا لتأكيد قنوات يوتيوب، لتأكيد حساب جوجل، كتير خدمات. طبعا التطبيق ايضا في عندنا هون ميزة للناس، انا لو شاركت الرابط هون عطيني انه ضغطت انه ادعي اصدقائك، عطيني كود خاص فيني، تحت حطي لهم اشارة الشراء. اذا دعيت اشخاص بحصل على رصيد، بس يصار معي $1 من فوق بالسحب الرصيد، فبيشتري من خلال هذا الرصيد. ايضا بيدعم يعني الارقام المجانية، وفي عندي هون احصل على رصيد مجاني من خلال العروض او المهام تفتح في بعض الدول، وبعض الدول ما بتفتح. طبعا وهيك ان شاء الله كون شرحنا كل ما يخص هذا التطبيق. طبعا عندي فوق الخيارات، لو بدي سجل الخروج بحط سجل الخروج وبفوت الى حساب جديد، في عندي يعني هي معلومات الايميل هون. طبعا وفي عندي ايضا تبديل اللغة، اللغة الانجليزية. فطبعا شرحنا هيك كل شيء عن البرنامج ان شاء الله. بتمنى ان يكون افادكم وعجبكم هذا الفيديو.